اكيد مختار اتكلم معاكم على الكوندكتنج سيستم. الكوندكتنج سيستم بيبدا بالاس اي نود والباخمانز باندل والانتر اتريال كوندكشن باندلز، ثم بتنزل على الاي في نود، وبعد كده اي في نود الاترو فنتريكولار باندل وباندل برانشز ثم بيكنجي فايبرز. السلايد دي مقصود بيها ان احنا نتكلم على الكوندكتنج سيستم من ناحيه ثانيه. الساينو اتريال نود ابيكارديال ولا اندوكارديال ستراكشر؟ ابيكارديال ولا اندوكارديال؟ ليتس شير ابيكارديال. It is an epicardial structure in contrary to the AV node which is an endocardial structure. Is it a focus or is it a structure؟ يعني هي نقطة ولا هي جزء اسمه اس اي نود؟ هي جزء، هي elliptical structure ماسك من اول اس اي نود ماشي up to ان هو يوصل بديله زي راس كده وليها ديل زي القامت زي النيزك اوكي لحد ما ينزل تحت لحد تريسز تبقى موجود ناحيه الاي في سي. طيب هي ليه الاس اي نود هي البيس ميكر اوف ذا هارت؟ صح، ليه هي الموست فايرنج؟ تمام تمام، علشان هي فيها هايست كونسنتريشن اوف ويتش سيلز؟ بي سيلز ويتش ار ذا بيس ميكر سيلز اللي عندهم الخاصيه اللي حضرتك بتقولها اللي هي سبونتينيوس ديبولاريزيشن. هايست كونسنتريشن اوف ذيس بيس ميكر سيلز اللي هي كابابل اوف سيلف ديبولاريزيشن موجود في الاس اي نود، وبالتالي الاس اي نود اول واحد بيصحى عشان فيها الهايست انستنس بتاع الفايرنج بتاع البي سيلز. بس البي سيلز دي وايد سبريد في كل مايكارديوم بدليل هي موجوده في اذر لوكيشنز في الاندوكارديوم زي في الكوندكتنج سيستم زي الاي في نود اللي هي ممكن يكون سبسايدري بيس ميكر في حاله ان الاس اي نود ما بقتش شغاله، او في الايديو فنتريكوليزم اللي هو يبقى تحت الاي في نود كومباكت اي في نود او في الباند برانشز. بس كل ما نزلنا تحت الانستنس او البروبابيلتي او البريزنس بتاع بي سيلز بيكون اقل، وبالتالي فايرنج ريت بيكون اقل، وبالتالي بيكون الهارت ريت المتولد عن طريق السبونتينيوس ديبولاريزيشن ده اقل. تمام. طيب الدكتور كان بيقول عشان البي سيلز ديت كابابل اوف سبونتينيوس ديبولاريزيشن، حد يعرف اسم الكرنت اللي بيشتغل في الحته دي او الشانلز اسمها ايه؟ فاني شانلز، الله يفتح لك، او فاني شانلز بالظبط. الفاني شانلز دي فاني في ايه؟ هي غريبه ولا مضحكه؟ لا، كلمه فاني مقصود بيها غريبه ولا مضحكه؟ غريبه، لان هي بتبقى اكتيفيتد بال هايبر بولاريزيشن. يعني هي بيحصل ان صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب بتشتغل لحد ما يبقى البيشنت السيلز دي وصل للسيل ممبرين بوتنشال، ثم يحصل هايبر بولاريزيشن اوبننج اوف ذيس شانلز اللي هي صوديوم ايه صوديوم كالسيوم شانلز، فتبتدي تعمل سبونتانيوس ديبولاريزيشن ان ذيس سيلز. طيب نقطه ثانيه على الاس اي نود، بيقال ان احنا لو كان الهارت ريت قليل بيبقى الفايرنج ريت من حته لور داون في الاس اي نود، بينما لو الهارت ريت بسمباثيتك ستيموليشن شويه ادرينرجيك ستيموليشن بتبقى الهاير سن الهاير بارت بتاع الاس اي نود هو اللي شغال. يعني ممكن البي سيلز في النورمال تكون مورفولوجيكال تتغير شويه بس تكون ثابته، تتغير شويه بس تكون ثابته. الكلام ده بيرمي الكلام بعد كده ماشي. طيب النقطه اللي بعد كده، هي الاس اي نود بتاخد بلاد سبلاي ولا ما بتاخدش بلاد سبلاي؟ بتبقى برفيوزد بالفيوجن منين؟ رايت ولا ليفت؟ يس 65 ل 35 بالظبط كده، مينلي من رايت بس ممكن تاخد برضو كونتريبيوشن من ليفت ماشي. من ليفت من انهي برانش؟ سيركمفلكس اكتر وبعد كده ال دي صح تمام. طيب بينما الاي في نود 90% رايت. طب وايه الامباكت بتاع الكلام ده؟ ان الاسكيميا، ان الاسكيميا يعني في بعض البيشنتس اللي بيكون عندهم انفيريور ام اي بيكون البرزنتيشن بتاعه قبل ما البيشنت يقول اي بيكون طبب من طوله. طب لما هيطب من طوله هيبقى ايه سبب ان هو طب من طوله؟ ان هارت ريت بتاعه قليل عشان هو جاله كومبليت هارت بلوك، فالبرزنتيشن بتاعته كانت لوس اوف كونشسنس. بس مهم يعمل رسم قلب، مهم يتعمل له اكزامينشن عشان ممكن يكون سبب اللوس اوف كونشسنس كومبليت هارت بلوك ديو تو ام اي. ان ان سي سيتويشن التريتمنت هو ABC resuscitation of this patient which includes ان البيشنت ده برادي لازم احط له تمبر بيس ميكر او احاول اصلح البراديكارديا واعمل له سلفج اوف مايكارديا او ريبرفيوجن، ريبرفيوجن سواء كان ميكانيكال او كان فارماكولوجيكال. تمام. طيب لو البيشنت دوت، معلش الكلام بيجيب بعضه، لو البيشنت دوت عملت له ريبرفيوجن ماشي وفضل كومبليت هارت بلوك، يعني انا دلوقتي صلحت له رايت كورونر اللي كان توتال اكلودد ماشي، هل اركب البيس ميكر على طول البيرمننت؟ استنى قد ايه؟
كم؟ على الاقل من 10 ايام ل 14 يوم، الله يفتح عليك. فالبيشنتس دول نصبر عليهم، ما نركبش على طول بيس ميكر. ليه؟ عشان هي ممكن تكون ريفرسبل، ممكن تكون مجرد اديما حصلت من السيلز، لان المايكارد انفاركشن بتعمل حواليها كارنت اوف انجري وبتعمل اديما في الحتت اللي لسه مش نكروزد. تمام؟ ماشي، ده مقصود السلايد ديت. البلاد سبلاي اللي بيروح للافي نود زي ما قلنا بيبقى عن طريق الاتريو فنتريكولار برانش اللي هو غالبا بيطلع من الرايت كرونري. تمام؟ في بعض الترايلز هو الاتريو فنتريكولار برانش هو ده الصغير ده بيوصل لحد الكومباكت افي نود. اوكي، مش واضح قوي هنا في الرسمه دي، بس هو البرانش الرفيع ده. اوكي، في بعض الترايلز كانت اثناء الابليشن بتاع سلوباس واي بتاع الافي نودري انترنت تاكيكارديا. عارفين الافي نودري انترنت تاكيكارديا which is one type of supraventricular tachyarrhythmias بتبقى نارو كومبلكس تاكيكارديا، ماشي، المسؤول عنها كوندكشن along سلوباس واي، هنجيلها بعد شويه. طب بس المكان ده قريب من الفاست باس واي او قريب من كومباكت افي نود، يعني ممكن وانا بكوي المكان اللي فيه ابنورمال باث واي اكوي الكومباكت افي نود. ففي بعض الناس كانوا بيقولوا، بس الكلام ده ثيوريتيكال احنا ما نعملوش، ان احنا نصور الرايت كورونري فنشوف فين الاتريو فنتريكولار برانش ونعلم مكان الكومباكت افي نود علشان ماشي نبقى بعيد عنه واحنا بنعمل ابليشن، يعني جاست نوتيت عشان لو كنا بنقرا حاجه زي كده، ماشي، لكن محدش بيعمل كده. قول قصرت الابليشن صح، ده بقى بيقول مكان الكومباكت بالظبط الافي نود. هيستولوجيكالي محدش بيبقى عارف بالظبط بالظبط هي فين، احنا اللوكيشن بتاع في الحته ديت. حتى لما بيعمل اوتوبسي ويشوف الهارت وهو مفتوح، سواء كان الاوتوبسي ده في بوفاين او في انيمال او حتى في هيومن، ده مكان الافي نود، لكن فين بالظبط عايزها هيستولوجي. اوكي، فلما انت بتشوف الارت رايح للحته ديت بتبعد عنه، ده كلام ثيوريتيكال اكتر بس اتعمل عليه ترايز، انا بقوله عشان لو اتقرا. ماشي، هو مين اول واحد وصف رسم القلب؟ ده اول سؤال هيجي لكم في الاسئله بعد شويه. اينثوفن. طب ليه سماه بي كيو ار اس؟ طب ما كان سماه اي بي سي دي. طب ده السؤال الاول في الامتحان. ماشي، طب اينثوفن اخترعه سنه كام؟ 1898. خد جائزه نوبل 1924، جائزه نوبل. اوكي، طيب نرجع لها تاني، اي بي سي دي ليه؟ لا، في واحد قبل اينثوفن اغفله التاريخ اسمه مولر، كان بيقول رسم ويفز سماها اي بي سي دي، فكان بيقال ان اينثوفن حب يختلف عنه بان هو يسمي بي كيو ار اس ان هي بعد الاو، بعد 0 1 2 3. يعني جاست فان، محدش هيسال على حاجه زي كده. طيب اتكلمنا على الاس نود وان هي الهايست فايرنج ريت. زي اي حاجه في الهيومن بادي ليها رينج، النورمال ساينس ريزم ليه رينج، الرينج بتاع الفايرنج بتاعه من كام لكام؟ من 60 ليه؟ طيب تحت ال 60 يبقى اسمه، وفوق ال 100 يبقى اسمه تاكي. طيب لو كان كل ويف طالعه من اس انود ماشي، بس الفايرنج ريت قليل ماشي، يعني كل كومبلكس ابلي بي ويف والبي ويف دي نورمال ان شيب واوريجن، بس الهارت ريت اقل من 60 يبقى اسمها ساينس براديكارديا، ساينس لان هي طالعه من اس انود وبراديكارديا لان هي اقل من 60. تمام؟ طيب عرفت منين هي بي ويف دي نورمال المورفولوجي؟ الكلام اللي كان لسه قايله مختار من ايه؟ ان هي بوزيتيف فليد ونيجاتيف في اي في ار، فهي طالعه من الناحيه اليمين وماشيه الناحيه ديت، ما دام ماشيه الناحيه دي ماشيه بعيد عن الدراع اليمين يعني هي هتكون نيجاتيف في الناحيه دي، اما لو كانت بوزيتيف فليد اي في ار تبقى جايه من تحت لفوق لو اتريال ريزم. كله معايا؟ طيب بينما لو كانت البي ويف دي تصب كل كومبلكس والهارت ريت اكتر من 100 وهي نورمال ان شيب اند اوريجن يبقى دي ساينس تاكيكارديا. سو ساينس تاكيكارديا از رابيد هارت ريت مور ذان 100 ويز نورمال بي ار انترفال اور شورتن بي ار انترفال اكوردنج تو ذا سيتويشن اوف ذا بيشنت، اند ان ذيس سيتويشن يو سيرش فور ذا كوز اوف ذا ساينس تاكيكارديا، ويذر يو فايند ا كوز لايك انيميا اكسرسايز نمبر سايتوكس كوز انيميا يس فيفر pulmonary embolism which is very important. الله يفتح عليك، هي دي اللي كنت عايز اوصل لها، ان احنا لو patient بينهج ومفيش اي حاجه تفسر suspect because it is diagnosis of suspicion. pulmonary embolism is diagnosis of suspicion and very remarkable point is that sinus tachycardia.
ماشي اس 1 كيو 3 وتي 3 على عيننا وراسنا، ار في سترين على عيننا وراسنا، بس ساينس تاكيكارديا از فيري امبورتنت ساين ان ساتش بيشنت وفيري امبورتنت ساين اوف امبروفمنت بعد ما البيشنت بياخد ريبرفيوجن ثيرابي ثرومبوليتيك ثيرابي لو كان البيشنت ده ان نيد فور ساتش سيتويشن، او لو كان البيشنت ده هيمبروف على جاست ان هو بياخد الكليكسان او او الهيبارين او الاكسترا. اوكي طيب اخر حاجه ان في سبب عنده ما قال له دكتور ساروتكس كوز ساينس ان ما عندوش اي حاجه خالص، لا عنده بالمونوبليزم ولا 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 ولا، يبقى عنده حاجه اسمها ان ابروبريت ساينس تاكيكارديا. ان ابروبريت يعني غير مناسبه، يعني هو ايديوباثيكالي عنده تاكيكارديا، سواء كان الكلام دوت اكتر في صغار السن ويتشاف اكتر في الليديز، بيبقى ساعتها الحل هو سيمتوماتيك ثيرابي، ان البيشنت ده هياخد سواء بقى بيتا بلوكر لو كان يستحمل البيتا بلوكر، او ياخد كالسيوم شنت بلوكر، او ياخد ايفابرادين. تمام، ايفابرادين اللي احنا كنا قلنا عليه كلمه في الاول اسمها فاني تشانلز، لان هو بيشتغل على الفاني تشانلز. كله متابع معايا؟ كله متابع؟ انا مش عايز بس الكلام يكون رتيب ان احنا بنقول كلام ورا بعض، انتوا كلكم عارفين الكلام ده. اوكي، الايفابرادين ممكن يستخدم in such situations، على الرغم ان الشركه اللي عاملاه ما قالتش الانديكيشن دوت، بس هو فيري افكتيف في الانابروبريت ساينس تاكيكارديا، وفي بعض الاطباء بيستخدموه سولي في الموضوع دوت، بجانب طبعا الانديكيشن بتاعه في الاسكيميا والانديكيشن بتاعه في ال... ها، وهو بالمناسبه لسه واخد ابروفال من اف دي اي للهارت فيلير الاسبوع اللي فات. ماشي، في خلال 10 سنين ما فيش دواء خد ابروفال في الهارت فيلير قبل البروكرولان في الهارت فيلير. يستخدم امتى في الهارت فيلير؟ لا اقول هارت ريت عالي وحطيت بيتا بلوكرز مش قادر تزود والفانكشنز اقل من 35، خمسة من اقل من او يساوي 35، بس تكون عديت في الكونفنشنال ميديكال ثيرابي بتاعت الهارت فيلير. اوكي، وبتتريت الدوز، يعني بتبتدي بنص قرص مرتين في اليوم، الخمسه 2.5 مرتين، ثم بتاع لحد ما توصل 7.5 مرتين في اليوم. هل ممكن نزود عن 15 ملي جرام؟ يعني ندي 10 مرتين؟ لا. ليه؟ الله يفتح عليك، لان هم عملوا ترايل اسمها سيجنيفاي، قالت ان هم لما زودوا الدوز بتاعه البروكرولان ل 10 مرتين في اليوم حصل زياده في المورتاليتي. واتفر بقى الاكسبلانشن هم بيقولوا اب تو ذا كرنت ستاتس اوف ميديسن ان المفروض ما نزودش عن كده. ماشي، اوكي، ننقل. ده اكزامبل تاني للساينس تاكيكارديا. حد شايف حاجه في السلايد ديت ان اديشن تو ذا ساينس تاكيكارديا؟ بيبال مونال. تمام، البي ويف از increased in the height اكتر من مربعين ونص. طيب سلايد اللي فاتت ديت، في حد شايف فيها حاجه ان اديشن تو ساينس تاكيكارديا؟ تمام، فاحنا ما نشوفش الساينس تاكيكارديا ونست استجمنت اليفيشن. انا معذره بس كنت نعم استمي. طيب ايه الساينس اريزميا؟ اللي هي فلكتويشن الهارت ريت مع الريسبيريشن، مع الانسبيريشن يزيد الهارت ريت، مع الاكسبيريشن يقل الهارت ريت شويه، ودي بتبقى فيجال سبيلنج. يعني سنترالي الفيجاس نيوكليس بيحصل سبيلنج على الفازوموتور سنتر، فمع الاكسبيريشن بيحصل ديكريز في الهارت ريت شويه، ودي فيسيولوجيك بتبقى اكتر في الهيلثي وفي اليونج. ماشي، لا نعول عليها كتير بس نبقى عارفينها. طيب النقطه اللي بعد كده في الاريزميس اللي هنتكلم عليها دوت اكزامبل لل بريماتور اتريال اللي هي طالعه من فوكس ابارت من اس انود، بتطلع مورفولوجي للبي ويف مختلف زي ما حضراتكم شايفين، وبي ار انترفال هتكون مختلفه برضو. بينما النورمال بي ويف والنورمال كوندكشن تو ذا كيو ار اس كومبلكس كان في النورمال بيتس زي ما هو. بيعقب البريماتور عاده كومبنساتوري بوز زي ما قلنا، عشان دي بتكون ديو تو ذا اكتيفيشن اوف ذا اس انود، وبالتالي بيحصل ريفراكتورنس في الاس انود، ثم تستارت تو فاير مره ثانيه عشان هي عندها الهايست انستنس بتاع الفايرنج، عشان فيها الهايست انستنس اوف بي سيلز. طيب لو حصل ان كان في كذا فوكس موجوده في الاتريوم، ماشي، سيفرال فوساي موجودين في الاتريوم، وسيفرال فوساي دول هم اللي تيكينج اوفر الساينس البيس ميكر ريزم، فكل واحد هاي فاير هتبقى المسافه ما بينه وبين الكيو ار اس كومبلكس مختلفه، عشان المسافه ما بين الفوكس دي والاي في نود مختلفه، وفي نفس الوقت البي ويف نفسها هتكون المورفولوجي بتاعتها مختلفه لاختلاف مكانها. تمام، كله معايا؟
ساعتها ده هيبقى اسمه واندرنج بيس ميكر. واندرنج بيس ميكر، بيس ميكر مكانه مختلف. اقدر اشخص الموضوع ده ازاي؟ اشخصه ان سنجل ليد، ما ينفعش اقارن في 1 بليد 2 بليد اي في اف، لازم اشوف ان ستريب مور ذان 3 مورفولوجيز اوف ذا بي ويف ان اديشن تو ديفرنت بي ار انترفلز، ساعتها ده اسمه واندرنج بيس ميكر. لو كان الواندرنج بيس ميكر دوت مصحوب بتاكيكارديا، يعني هارت ريت اكتر من 100، عشان ينطبق عليه قاعده ان هو اسمه تاكيكارديا، يبقى اسمها ايه؟ مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا. الله يفتح عليك. تمام، مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا غالبا بيكون اسوشيتنج تشيست بروبلم سي او بي دي وما شابه غالبا. اه وبيكمل بعد كده. طب جانكشناليزم، جانكشناليزم او جانكشنال اكتوبيك اللي قبليها هو فايرنج بيحصل من الاي في نود، فبيحصل سيمالتينير سيمالتينيس اكتيفيشن اوف ذا اتريوم اند ذا كيو ار اس اند ذا فنتريكل. فهنشوف البريماتيور اللي جايه ديت ماشي، ممكن يكون سابقها البي ويف، ممكن تعقبها البي ويف، ممكن كده وممكن كده. اكوردنج تو ذا سايت بتاع الفايرنج بتاعها كان سوبرا هيسيان ولا انفرا هيسيان. اوكي طيب، الفنتريكولار اكتوبيك بيتس ذا سيم از ذا اتريال اكتوبيك بيتس، تبقى اكتوبيك بيس ميكر موجود في الفنتريكل اليمين او الشمال، واقدر اعمل له لوكاليزيشن عن طريق البندل برانش بلوك اللي هيبقى متولد عن طريقه. زي ايه؟ لو كانت الفوكس دي موجوده في الليفت فنتريكل هتعمل لي ويتش بندل برانش؟ تعمل رايت لان هي جايه من ليفت، بينما لو كانت في الرايت هتعمل ليفت بندل برانش بلوك، فاقدر اعمل لوكاليزيشن سام هاو البي في سي دي جايه منين. طيب البي في سيز زي الاترا بريماتور بيتس، زي الفنتريكولار بريماتور بيتس، ممكن تكون يوني فوكال، يعني طالعه من سنجل فوكس، صح؟ طالعه من سنجل فوكس، اقدر اقول ان هي سنجل فوكس ان ذا سيم ليد، يعني ما ينفعش اقارن شكل الكومبلكس اللي هو بيزار شيب في في 1 اقارنه في 6، لازم يكون في في 1 شكله مختلف عشان اقول دي مالتي فوكال، او اقدر اقول ان هي يوني فوكال ان ذا سيم ليد برضه. تمام طيب، لو كانت زي الشكل دوت خدت مالتيبل شيبس بيزار شيب، يعني كومبلكس اكتر من 120 ملي سكند، وفي نفس الوقت الجاي بريماتيورلي وبعقوبه الكومبنساتوري بوز، واخد كذا شكل في نفس الليد، يبقى ده مالتي فوكال بي في سي. ويتش از مور امبورتنت اور مور دينجرس؟ مالتي فوكال بي في سيز. اوكي طيب، وات اباوت ذا سنجل يوني فوكال بي في سي، از ات امبورتنت؟ according to نسبتها مظبوط، بس علاجها الاساسي هو ريأشورنس. كتير من العيانين بيجوا يشتكوا من حكايه ان هو حاسس بسحبه، بيحس بعديها بدوخه، بيحس بعديها بضربات سريعه، ممكن بعد البي في سي يحصل هارت تيربلنس، يعني الهارت ريت يزيد شويه. في الاساس ريأشورنس ان such patients، ثم تحاول تبتعد عن الاسباب اللي زودت البي في سيز، انسنس الكافيين انتك، عموما الشاي، القهوه، كولا، شوكولاته، التدخين، والترقب والقلق والابريهنشن، كل الحاجات دي بتزود الانسنس بتاع البي في سيز. لو هو جات له بي في سي بيبقى مستني تجيله الثانيه، هتجيله. ثم بعد كده بيتا بلوكرز بيتا بلوكرز كان بيوزد، ثم بيتا بلوكرز على اطلاقها، ثم نيملي البيتا كور اللي هو السوتالول كانتي اريزميك ان اديشن بينج بيتا بلوكر، ثم المغنيسيوم كان سبريس ساتش كيسز، مع بعض الانوكزوليتكس ممكن سبريش البي في سيز لو كانت هي بي 9 بي في سيز، لو كانت بي 9 بي في سيز. اف سم هاو بيشنت دوت كان بيشنت لايك تو بي ان اسكيميك بيشنت، يو شود انفستيجيت ذا اسكيميا، يعني يو شود اسك اباوت بيشنت ميدل ايج 45 50 سنه وجاله بي في سيز دي وفريكوينت او هي مضايقاه، بتحس بشست ديسكمفورت؟ just chest discomfort alerts you to ask for further investigation like the stress ECG. والستريس اس جي هيبقى له يعني عامل مهم قوي في البيشنت دول، ممكن نلاقيه بيعمل سبريشن للبي في سيز، وممكن يكون بيزود البي في سيز. تمام، لو كان بيسبريس البي في سيز دي حاجه بي 9 اكتر، حاجه تطمننا، لو كان بيزود بي في سيز لا ده حاجه تالرت اس ان ممكن تكون فعلا اوف اسكيميك اوريجن، وممكن ما يكملش الستريس اس جي. معايا؟ طيب لو اكتر من فوكس، لو سوري نفس الفوكس وابتدى يفاير كذا مره ورا بعض بنسميه بقى يعني دي كوبلت، لو كانت كوبلت الاول الاثنين ورا بعض، لو كانت واحده واحده يبقى اسمها بايجيميني، لو كانت كل اثنين واحده يبقى اسمها ترايجيميني، لو ثلاثه ورا بعض يبقى اسمها تريبلت، لو اكتر من ثلاثه يبقى اسمها سالفوس. المسميات دي مقصود بيها ايه؟ مقصود نفهم كلام بعض لما نتكلم،
يعني التيرمز دي مهمه في ان احنا نفهم بعض. يعني لما الدكتور يقول لي انا عندي بي في عندي اي سي جي في تريبلتس افهم على طول ان في 3 بي في سيز ورا بعض في سالفوز ده اكتر. قال لي نون سستين في تاك يبقى في ايه؟ واقل من 30 ثانيه وازيد من 3 بي في سيز ورا بعض. اوكي ساعتها اقول ان البيشنت ده عنده نون سستين. فلما يقول لي ان عنده نون سستين في تاك دي الترجمه اللي هتبقى عندي. لما يقول لي عنده سستين في تاك افهم ان هي اكتر من 30 ثانيه ومستمريه. طيب زي الاي سي جي اللي احنا شايفينه ده ستريب من اي سي جي من بيشنت عنده في تاك فنتريكولار تاكيكارديا عدت 30 ثانيه. ان ساتش سيتويشن التعامل مع العين يكون ازاي؟ resuscitation. This is a patient about to arrest. سواء كان بقى hemodynamically stable VTAC زي ما بيقولوا الدكتور او كان non-hemodynamic او unstable. hemodynamic unstable. Okay. Such a patient we should manage يعني in a very hard way. We should stop the tachycardia. We should assess the patient. الضغط عامل ازاي؟ عنده other symptoms. عنده diaphoresis. معرق. البيشنت دوت ممكن يكون underlying. عنده مايوكارد انفاركشن زي البيشنت بتاع البرادي كارد اللي قلناه في الاول. فمجرد ان انا هرجعه هشوف الاستجمنت اليفيشن فابتدي مانج ام اي. ماشي بس وي شود اكت برومبتلي ان ساتش بيشنتس. قولي بندي الكوردارون وبندي الزايلوكين ما وقفتش هندي له دي سي. بس ساعتها هتكون ايه فرق الدي سي من انستابل وان انستابل؟ سينكرونايزد او ان سينكرونايزد. وكلمه ستيبل مقصود بيها في ضغط في نبض نفسه كويس ما بيشتكيش. يعني مش بس يعني ممكن يكون بيشنت ضغطه كويس بس عنده بالمونري اديما في تاك مش هستنى عليه. بيشنت عنده شيست بين وضغطه كويس وعنده في تاك بالظبط هي ستابيليتي على بعض. تمام هنحاول نوقف التاك كارد نديله كوردرون ونديله زايلوكين ما وقفتش هنديله دي سي. This is unstable rhythm whatsoever. It is unstable rhythm any how يعني at any time it can fade out into the lethal arrhythm which is في تاك. Any time it can fade into the unstable في تاك. ماشي لايك ذا هارت بلوك. سوري قطع كلامك يا دكتور. لايك ذا هارت بلوك اف ذا بيشنت از انفراهيسيان هارت بلوك ماشي وضغطه كويس هي از انستابل بيشنت ايفن لو ضغطه كان كويس ايفن لو هو بيتكلم معايا. لما بتدي له زايلوكين والكوردرون بيشتغل بسرعه ان ساتش سيتويشن. لو انت بتحل الامبول على 20 سم سي سي وتديه سلولي ماشي عشان ما اوطيش الضغط عشان دايركت افكت بتاعه بتاعه الهايبوتنشن. لكن هو اكشولي بدليل ان انت في الاي سي ال اس الجوريثم في كوردرون فهو ات هاز دايركت اكشن بيشتغل دايركت اكشن. احنا واحنا شغالين في الاسطره في الاي بي لو انت جالنا اريزميا مش عارفين اي اف انسيسنت اي اف واحنا بنكوي اكسسور باس واي ومانيفست اكسسور باس واي يو كان تراي تو ستوب ات. كل ما شويه يخش في اي اف كل شويه يخش في اي اف مش هتفضل تلسعه طول الوقت. ممكن تدي له كوردرون توقف لك الاي اف ويك والاكسسور باس واي. يس اي ميبي دايركت افكت ميبي دايركت افكت بدليل بقول لك انه موجود في الاي سي ال اس الجوريثم. نوت اون اي اف انا بتكلم على البي تاك. اما الاي اللي ريكومند في الفي تاك لا الاي اف قصه ثانيه. الاي اف الكوردرون سكند تشويس دراج واتس ايفر واتس ايفر ذا كوردرون سكند تشويس دراج سواء كان في الكارديو فيرجن او في المينتنس اوف ساينس ريزم. الاي اف مختلف انا بتكلم هنا على الفي تاك. اوكي كله متابع معاك؟ هيز نوت ستيبل الساعة نيمه ودي له دي سي نيمه ودي له سي مع حاجات الريسستيشن جنبك. انت اللي بتاسس البيشنت انت اللي شايف البيشنت ماشي ما فيهاش. انت لو غلبت اني وايت كومبلكس تاكيكارديا مش احنا في وايت كومبلكس تاكيكارديا ديفرنشال دياجنوز ما بين السوبرا فنتريكولار تاكي اريزميا ويز ابيرنسي اند فنتريكولار تاكيكارديا. بس الكتاب بيقول لك consider any white complex tachycardia is ventricular tachycardia until proved otherwise لان هي الاخطر هي الليثل هي اللي هتموت فانت هتتعامل معاها بعنف شديد. وات ايفر انت شكيت ادي له دي سي. مش عارف تسمع ضغطه انا فاهم سؤال الدكتور خلاص ساعتها كونسيدر ان هو انستابل ودي له دي سي. انا فهمت قصده بيقول له 250 هيسمع له ضغط ازاي صح مش ده مقصود كلامك؟ اه ادي له دي سي ساعتها. طيب دي فينتريكولار تاكيكارديا وقفت هي ممكن تقف سبونتانيوسلي
ممكن تقف ب intervention. طب لو حصل changing of the axis in the same lead هتبقى الاسم العلمي بتاعها polymorphic ventricular tachycardia او torsatop 1. والtorsatop 1 هي ventricular tachycardia في الاول في الاخر، بس عشان هي polymorphic والشيب بتاعها بيتغير هي special category of the ventricular tachycardia which is more dangerous little bit. والpolymorphic ventricular tachycardia او torsatop 1 في special causes ليهم، هايبوماجنيزيميا دي واحدة فيهم، وإيه تاني؟ لونج كيو تو سواء كانت acquired أو كانت congenital. ما هي polymorphic ventricular tachycardia؟ هنقول على أسبابها. genetic polymorphic cardiomyopathic polymorphic ماشي اللي أنت قلتها دي جميلة. ماشي دي بتعرف تشوفها إزاي؟ الله يفتح عليك. دي induced بالإكسرسايز، يعني ممكن جاست ما تعملش العين ده إي بي، ممكن تجاريه على السير بس تبقى واخد بالك. ماشي فيجيله ventricular tachycardia وممكن يأرست ساعتها، فانت خلي بالك يعني تلحقوا. ماشي طيب فأحد أهم التريتمنتس للحالة ديت الدكتور كان بيقول هايبومغنيزيميا مغنيسيوم. طيب what is this which is pre-mortem، يعني ده مجرد بتسجله بس وهو بيأرست. ده strip متسجل من patient وهو أرست. الأرست بتاعنا ثلاث أنواع اللي هي ايه؟ في اف او في تاك والبرادي اسيستولي والبي اي بالسلس الكتريك اكتيفيتي. ماشي ده واحد من اهمهم واكترهم اللي احنا بنشوفهم. ماشي والعلاج بتاعه طبعا زي الاس ال اس ما بتقول، اول حاجه عايز اسمع كلمه واحده اير واي، محدش ينسى اير واي. تاني حاجه بريدنج، تالت حاجه سيركوليشن اللي هي تشمل الدي سي بعد كده. ما ننساش ده بيشنت بي ارست. ماشي كله بيجري على الدي سي. شايف في اف صح، ما فيش اي مشكله خالص، كان الاول بيقولوا كده فعلا. اول حاجه انده ولسع. ماشي لا هي اول حاجه الاير واي، وبتدي شست كومبريشن عبال ما يجي الدي سي، مش نعطل كل حاجه عبال ما يجي الدي سي. ماشي ليه برضو ليه هم استقوا الكلام ده من ايه؟ استقوا الكلام ده من ان انت حتى لو رجعت العيان مفروض تكونتينيو chest compressions عشان تبيلد اب بريشر عشان السيربرال بريفيوجن. ماشي فانت هتكونتينيو حتى بعد ما تدي دي سي، حتى بعد لو رجع ساينس ريزم عشان تكونتينيو السيركوليشن بتاعت البني ادم ده. معاك يا دكتور. لو انت متاكد منها خلاص نسمع كلام الدكتور. طب قول ها ها yes so start chest compression at first. اوكي خلاص الدكتور بيقول ان الابديت بيقول ان chest compression at first. اوكي this is not contradictory to what I'm saying that don't rush to the DC the electric therapy. Start the algorithm whatever the algorithm سواء كان ابتدى بالاي او بالشست كومبريشن، بس ابتدي الاول مانج البيشنت مش تبص على الكهرباء بس. اوكي مش هنختلف، مش موضوعنا. ابتدي على طول الريسستيشن بتاع البيشنت، ما تستناش الدي سي يجي. الاثنين واحد. طيب ده شكل ايه؟ طبعا زي ما حضراتكم عارفين الاتريال فيبريليشن. الاتريال فيبريليشن مر في مراحل كتيره قوي، وهي وان تايب اوف ذا سوبرا فينتريكولار تاكي اريزميا زي ما حضراتكم عارفين، وهي اكتر انواع السوبرا فينتريكولار تاكي اريزميا انتشارا. على اطلاقها هي اكتر انواع الاتريال، اكتر انواع الاريزميا انتشارا، وبتيجي بسبب وبدون سبب. ومر الباثولوجي بتاعها او باثوجينيس بتاعها في مراحل كتيره. في الاول قالوا ان هي فوكال ثيوري، ان هي مالتيبل فوساي ثيوري، اللي هي كانت راجل اسمه ماو كووركرسنت حاجه 68 قالوا ان هي كلها عباره عن شويه فوساي بتفاير. والامر استتب ان هي ري انتري سيركتس موجوده في الاتريال مايوكارديوم. ثم جهها سيجرسن 98 وقال ان الاتريال فيبريليشن دي بتنشا عن طريق فوساي موجوده في البلمونري فينز، لان البلمونري فينز دي عباره عن سليفز كمام طالعه من الاتريوم، هي حته من الاتريوم في كونتينيوتي، مفيش حته تفصل، مفيش خياطه في النص ما بين البلمونري فين والاتريوم. معايا؟ وبالتالي راجل هسيجر ده قال انا ممكن اوقف الاتريال فيبريليشن كلها عن طريق ان انا اتارجت الكبريت اللي هيولع في النار اللي هو الاتريوم. طيب فابتدى يوجه الابليشن بتاعه ناحيه الفصاي جانجليونيك فصاي اللي موجوده في البلمونري فينز، بس الكلام ده كان تيديس قوي وفشل. ثم قال لك طب ما خلاص ابعد ده عن ده،
احرق في النص، افصل ما بين البالمونري فين والاتريوم، وبالتالي البريماتيورز اللي هتيجي، ما هي بريماتيورز هي فايرنج بريماتيورز، مش هتصادف السبستريت الموجود في الاتريوم، وبالتالي مش هتينيشيت الري انتري سيركتس اللي هتبريك داون انتو مالتيبل ري انتري سيركتس وتبتدي الاتريا فيبريليشن. طيب هو ليه الاتريوم فيه سبستريت للري انتري؟ اول حاجه ان في مالتيبل ديس اري اوف ماسل فايبرز. الماسل فايبرز عباره عن بالعرض وبالطول لونجيتودينال وترانسفيرس ودياجونال، وبالتالي في جابس بين السيلز تكون. الجابس دي بتبقى فيلد بويز فايبرس او فايبرين وكولاجين. فايبرين وكولاجين ما بيوصلش الكهرباء، فتيجي الامبلس ماشيه تلاقي قدامها بلوك، بلوك ده فانكشنال بلوك، ده مش حقيقي، فتبتدي تاخد وقت عبال ما توصل للحته الثانيه، تكون المكان الاولاني ريجن ريفراكتنس بتاعته، فترجع الامبلس ثاني فتعمل ري انتري، ري انتري جامب ري انتري جامب ري انتري، كونت الاتر فيبريليشن. معايا؟ تاني ليه such patients بيبقوا prone ان يجيلهم atrial fibrillation؟ اللي بيجيلهم atrial fibrillation السير الثابته ان هي ري انتري سيركتس، ان هي ري انتري. ري انتري عشان يحصل لازم يكون في عندنا at least two pathways. التو pathways دول عندهم differential conduction velocity و differential refractoriness، يعني واحد بيصحى بدري والتاني بيصحى متاخر، واحد سرعته اسرع من التاني، ماشي؟ اللي سرعته بطيئه بيصحى بدري فبياخد الامبلس وتمشي فيه عبال ما يكون التاني صحي، عبال ما يكون ريجند ريفراكتنس بتاعه، فتمشي فيه الامبلس بسرعه وترجع وتبتدي ري انتري سيركت، ماشي؟ زي اي اكسسوري باس واي. الليفت اتريال بوستيريور وول في سبستريت فور ساتش ري انتري في الارنجمنت بتاع المسل فايبرز، ان اديشن ان هو في اباندنسي اوف باراسمباثيتك اند سمباثيتك ستيميوليشن، فبيخلي الكوندكشن برضه متاثر بالسمباثيتك وباراسمباثيتك سبلاي، اكتر باراسمباثيتك سبلاي، اوكي؟ فبتيجي الامبلس اللي جايه بريماتيورلي من البالمونري فين تصادف السبستريت ده، فكان انيشيت ري انتري ان هي جايه بدري، فهتلاقي قدامها واحد بيصحى واحد ما بيصحاش، واحد ريجند ريفراكتنس واحد مش ريجند ريفراكتنس بتاعه. طيب في العادي لو ما فيش اتريا فيبريليشن وحصل فايرنج من البالمونري فينز هشوفها ازاي في الاي سي جي؟ هشوفها ازاي من الاي سي جي؟ دلوقتي عندي بالمونري فينز فيها فصاي بتفاير بتطلع اكشن بوتنشال، الاكشن بوتنشال ده هيروح فين؟ هيروح الاتريوم، مفيش حاجه تفصله. لو انا بشوف فايرنج من البالمونري فين في اي سي جي هشوفه ازاي؟ بي اي سي، صح، بريماتيور اتريال كونتراكشن، مش هو حته من الاتريوم وفايرد ابارت من الاس اي نود، ماشي، وجه في وقت مش الوقت اللي المفروض يحصل فيه الاس اي نود، فهشوفه لانه بي اي سي فمش هقدر افرقه، وديس از ترو. لكن لو صادف في الوقت ده ان جاله صادف السبستريت بتاع ري انتري، ممكن ينيشيت الاكشن بوتنشال بتاع الري انتري سيركت، وبالتالي يبتدي الاتريال فيبريليشن، ماشي؟ طيب بناء على هذه النظريات بتاعه الاتريال فيبريليشن اللي هي ري انتري اللي خلاص سيتلد، ابتدى يبقى فيه مالتيبل تريتمنتس، اخرهم اللي هو الراجل بتاع هاسيجر ده سنه 98 اللي ابتدى القصه بتاعه السيجمنتال ابليشن او سيركمفرنشال ابليشن حوالين البالمونري فين، اللي اتطور دلوقتي بقى بيستخدم بالكارتو، اوكي، والكرايو ابليشن وهكذا. لكن في النص بتوع الجراحه حاولوا برضو يلعبوا في القصه دي، مش هي قصه ري انتري يعني الدايره تكمل او ما تكملش؟ طب ما هم بيروحوا مقطعين الاتريوم يعملوا الميز او كوكس ميز بروسيدور. كوكس ميز بروسيدور تعتمد على ايه؟ تعتمد على ان هو بيشرط الاتريوم، بيقطع الابندج وبيقطع وايه تاني، بيعمل روف لاين ويقطع حتى عند الميترال ازمس، بحيث ان ما تبقاش الويف عارفه تكمل الري انتري سيركت بتاعها، بس هو بيبوظ الفانكشن بتاعت ليفت اتريوم. هي محاوله. بتوع الجراحه بيعملوا حاجه تانية في بعض السنترز، اي ثينك في معهد القلب كانوا حاولوا فيها شويه، وبرده في عين شمس، ان هم يعملوا الابليشن وهم فاتحين الاتريوم، يروحوا كاويين حوالين البالمونري فينز. بس ما حدش درس الاتريال فيبريليشن اللي بتبقى مع روماتيك فيفر حق الدراسه، فكل الكلام بتاعنا مستقى من هارت نورمال ما فيهوش روماتيك اكتيفيتي سابقه. تاني كل الدراسات بتاعتنا او كل الكلام اللي انا قلته ده مبني على ايه؟ خواجات. يعني عندهم اتريال فيبريليشن نتيجه ايه؟ هايبرتنشن، اسكيميا، دايليتد مايوبسي، صح؟ الانسنس بتاع روماتيك فيفر بره مش زي عندنا، نادره يمكن ما اشوفهاش خالص، فاحنا محتاجين ندرس حاجاتنا. فكل الكلام اللي قلته لا ينطبق على الروماتيك اتريال فيبريليشن، ماشي؟ ان هو لم يدرس، هو معتمد على الاشف نوديول مينلي اللي هي فايبروس باتش، فايبروس بيحصل في الاتريوم، ده اللي احنا عارفينه اب تيل ناو، اوكي، ماشي. نرجع مرجعنا في الاي سي جي. في الاي سي جي هنشوف الاتريال فيبريليشن ازاي كده، حضراتكم عارفين
absence of consistent P wave. ولازم كلمة consistent, absent of consistent P wave, يعني ممكن نشوف occasional P wave لكن ما بتبقاش مستمرة. Associated in most of the cases with irregular heart rate, irregular ventricular response. كل كلمة في الديفينيشن بتاع الاتريال فيبريشن ليها معنى. ليه most of the cases اللي هي ممكن تكون regular atrial fibrillation زي ايه؟ هارت بلوك, صح؟ هارت بلوك اللي هو اسبابه ابسطها الدواء اللي احنا بنديه ديجيتاليس توكسيستي او هايبركاليميا او بيشن عنده جينوين هارت بلوك نتيجه ديجنراتيف كوندكتيف سيستم وتحط له بيرمنت بيس ميكر. اوكي ده اكزامبل تاني لستريفي اتريال فيبريليشن. طيب اول ما يجي المنشار يبقى اتريال فلاتر, ماشي, وهو فعلا زي سنان المنشار زي ما باين في الصوره كده. الفلاتر هو برضو ري-entry circuit في الكومن فلاتر, ري-entry circuit بس كبيرة. ري-entry يعني تعتمد على conductive differential conduction velocity و differential refractoriness. تتعبتوا؟ طيب ماشي, بس الدائرة في الكومن فورم بتاع الاتريا فلاتر بتبقى جوه رايت اتريم كله, ماشي. بتيجي الامبلس طلع من الاس انود تنزل وعايزة توصل للافي نود, ماشي, عشان تنزل بعد كده على الفنتركل, ماشي, فبتمشي في البندل برانشز, انا مش فاكر تسامحوني اسمها, اللي بتنزل على الافي نود, انبوتس بتاع الافي نود. في بعض الناس اللي بيكون عندها الكيفو تريكاسبيد ازمس بيوصل بتكمل الامبلس تروح نازله على الافي نود, هي طلع من الاس نود ونازله كده, تخيلوا على السبتم ونزلت على الافي نود, تمام. في بعض الناس الكيفو تريكاسبيد ازمس بيوصل فيروح مكمل الدايره, فتبقى الدايره حوالين الرايت اتريوم كله, ماشي, فتبقى لارج ري انتري سيركت. ودول من احسن الناس اللي ممكن يتعمل لهم كوي, يتعمل لهم ابليشن للكيفو تراكسب اسمس, وكيوريت فيهم عالي قوي, وبيعتمد مني اناتوميكال. انت بتيجي على المكان ده اناتوميكالي في القسطره, تيجي عليه اناتوميكالي وتروح كوي, فتوقف الكوندكشن عليه. طيب البيشنت بتاع اتريال فيبريليشن بيتعامل معامله انهي بيشنت؟ اتريال فيبريليشن في كل حاجه, سواء في الكارديو فيرجن او في التريتمنت, في كل حاجه. ودي نقطه مهمه قوي, يعني ما ينفعش اراجع البيشنت اتريال فيبريليشن اللي بنقول راجعه ب 50 جول من غير ما اتاكد ان ما عندوش ثرومباي او يكون ويل انتي كواجليت لو خدنا البروتوكول الثاني ثلاث اسابيع, اوكي, او يكون عامل منظار طبعا, ماشي يا دكاتره. دي اكزامبلز كلها للفلاتر, انا اسف, تمام. نيجي بقى لموضوع السوبرا فنتريكولار تاكي اريزميا. السوبرا فنتريكولار تاكي اريزميا لما بتطلق او اس في تي لما بتتقال بيقصد بيها عاده الاس في تي وذر الونج ان اكسسوري. قول يا دكتور معاك. لازم تطمن ان هي ريسنت اي اف نمره واحد, نمره اثنين ان هو انتي كواجليت لو كان هو انتي كواجليشن, لكن مش مفروض ترجعه وانت مش عارف الانسنت بتاع الاي اف امتى. خلاص يبقى ما ترجعوش لما تكون متاكد هي ابتدت امتى. ممكن تعتمد على الهيستوري لو كان البيشنت دوت ناصح ومركز, اه يعني لا انسى في ناظر كان جه هنا اتحجز في التخصص ناظر مدرسه قال انا في جرس الفسحه كانت الساعه 12 ابتدت عندي الدقات السريعه, فالراجل رابطها بصوره رهيبه, فده عملنا له كارديفيرجن من غير منظار من غير اي حاجه, ده كان يعني من فتره, ماشي, هيمشي على المينتنس ريزم لو كان, نعم, مش بس مش على الانتي كواجليشن بس, انا بتكلم حتى على المينتنس بتاع الانتي اريزميك دراج. هو المفروض الجايد لاينز حاطه لك ان البيشنت ده لو كان هايبرتنسيف تمشيه على بيتا كور, سكند تشويس دراج هو كوردرون. احنا ما عندناش دوفيتاليت في مصر لو كان البيشنت ده هارت فيلير, احنا بنبتدي كوردرون على طول لو كان هارت فيلير. بروبافينول لو كان نورمال هارت, لازم يكون نورمال هارت مسلك كده, او التومباكور اللي هو فليكانايد, هو موجود في مصر فليكانايد برضو اسمه تومباكور اللي هو كلاس 1 سي. كلاس 1 سي ريستريكتد للبيشنتس اللي عندهم نورمال هارت, حتى لو كان بيشنت هايبرتنسيف وعنده ال في اتش كونتر انديكيشن بكلام اللي عمله الدواء ان انت تبتدي الريتم نورم, سواء كان في الكارديو فيرجن او في المينتنس. لان في يعني بعض الزملاء يقول لك طب انا هرجع العيان بالريتم نورم بس مش هخليه مينتين عليه, لا هو لا كده ولا كده. ما هو ده ديبيت مفيش حل ليه في الاخر, سواء انت قريت ليتريتش ملوش حل في الاخر. يعني انت هتمنتين لحد امتى؟ هتمنتين 6 شهور ولا هتمنتين سنه لو ما جاتلوش اي اف؟ طب انت لو وقفت هترجع له تاني ولا مش هترجع له؟ انت بتعمل وتجتهد وتعمل اللي عليك. يعني البيشنت لو كان ريكورنت اتاكس بيرسونلي انا بمشيه من 6 شهور لسنه,
بعد كده بقلل له جرعه الدواء. بس ده بيرسونال يعني، ما فيش حاجه مكتوبه عليها، انا ما قريتش حاجه عليها. لو حد قرا حاجه عليها يقول لنا المينتنس ديوريشن للانتي اريزبيك، هل هي فور لايف ولا هي فور سيرتن ديوريشن؟ ما فيش. ممكن في الهارت فيلير، في الهارت فيلير بس لو انت رجعت البيشنت ساينس ريزم كلاس 2 بي ان انت تمشي على الكوردرون عشان الفنتريكولار اريزميا، فممكن ده يديك جارانتي انت تمشي شويه على الكوردرون. ممكن مع الاكيوت كورونر سيندروم لو كانت ده ريسنت او ريسنت هترجعها في المقام الاول دي سي ويمشي. لا مش بيمشي على مينتنس. لو هي فيرست اتاك مع الاكيوت كورونر سيندروم ما بيمشيش مينتنس معاه. بيتا بلوكرز هتكفيك في ذلك الوقت ان دي بتبقى سمباثيك ادرينرجيك يعني اوفر ستيميوليشن حصل نتيجه الاكيوت ام اي اللي حصل او اكيوت كورونر سيندروم اللي حصل. ده اللي مكتوب، ده اللي مكتوب. بس انت في 3 ويكس دول لازم تكون اتشيفينج تارجت اي ان ار، يعني ده الشرط بتاعهم. وكان عندي بيشنت سوري بمناسبه الكلام اللي انت بتقوله وعملوا كده معايا، يعني انا كنت ركبت له سي ار تي على اي اف وكتبت له ريبورت ان احنا هنتراين كارديوفيرت بعد منظار، هم خلوه انتي كواليشن 3 اسابيع ورجعوه. احنا عاده على الاقل في عين شمس بنعمل ايه؟ بيعمل منظار حتى لو انتي كواليشن 100% ماشي، بنحب نشوف بعينينا ان مفيش ثرومباي موجوده، لان انت حتى بعد ما تعمل كده في انستنس ان يحصل له ثرومبوزز. الحاجه الثانيه ان انت وانس ان انت شخصت ان البيشنت ده اتر فيبريليشن بتبتدي له انتي كواجليشن لو ما كانش كونتر انديكيتد. يعني هو مثلا كان اتر فيبريليشن مش عارف ابتدت امتى، هو جالي العياده النهارده اي اف ماشي، انا ما اعرفش ابتدت امتى، المفروض اول ما شفته البيشنت ده يبقى انتي كواجليتد، يبتدي الكليكسان على طول او الهيبارين او واتيفر الاريكسترا واتيفر. ازرلتو نوكس ازرلتو الريفروكسبان او البارادوكسا ممكن يستخدم على طول من غير ما تعمل لودينج بالكليكسان وبعد كده تقلب عليهم ممكن، لكن انت تستخدمه قبل الكارديوفيرجن ما فيش حاجه مكتوبه برضو على حد علمي، ما فيش حاجه مكتوبه. برضو الادويه الجديده كلها اسال حد فيهم امتى تبتدي الريفروكسبان بعد بيشنت بالمونر امبوليزم خد ترومبوليتك ثيرابي. بيشنت جاي يعمل برايمري بي سي اي ماشي على زلالته، هتعمل له ايه؟ جاي دلوقتي باكيوت مايوكارد انفاركشن، هتعمل له ايه؟ دي ار لاكينج نوليدج ان سيز بارت، يعني هم لاكينج نوليدج. بتوع برادكسا بس كان عندهم في السب ستادي بتاعتهم ان في 800 عيان كانوا ماشيين على اسبرين بلافيكس وكانوا وخدوا برادكسا. يعني هو ده سايد ايشو بس مهم. الحاجات الجديده مش كلها زي ما هي باينه كده براقه، في اسئله ما جاوبوش عليها، وهم نفسهم مندوبين الشركه او السوبرفايزرز بتوعهم لما بييجوا يتكلموا على الدواء ما جاوبوش عليها، وفي نفس التكست بتاع الاستادي بتاعهم ما جاوبش عليها. كان في دكتور عايز ترانسفيرس فيجيل ايكو بالظبط. تمام. صح صح، بس هو استقى الكلام ده كله من الترايلز اللي عملها. يس يس مظبوط، هو قال لك كده او كده، ولو لقيت ترومبس انت ممكن تمشي من 3 اسابيع، ممكن تمشي 3 اشهر وتعمل له تاني، بس الشرط بتاعه في الانتي كواجليشن ان انت تكون وصل التارجت اي ان ار، يعني مش اي انتي كواجليشن بالظبط. طيب قول يس يس، ده احد البروتوكولز اللي موجوده ان هو ياخد القرص لما يحس بيها، بس بروفايدد ان هو يكون خد الريتم نورم قبل كده وما عملوش حاجه، سواء الريتم نورم او الفليكانايت برضو بيتعمل مع كده. الفليكانايت في مصر اسمه تومباكور، موجود بس قليل، غالي شويه كمان. اوكي طيب، الاكسسوري باسواي او الاكسسوري باسوايز عموما هي احسن اكزامبل ري انتري سيركتس او الديفرنشال كوندكشن فيلوسيتي وديفرنشال ريفراكتنس. الاي في نود ده الفاست باس واي بتاع ده، سرعه انتقال النبضه فيه سريعه عشان تقدر تاكتيفيت الفنتريكل نيرلي از وان سنسيتيوم، بس فيها لونج ريفراكتوري بيريود الاي في نود نفسها. ما
ماشي، بينما الاكسسوري باسوي عنده شورت ريفراكتوري بيريود وعنده سلو كوندكشن. فلو جت بريماتور امبلس في الاتريوم فور اكزامبل، هتلاقي قدامها تو باث وايز تنزل فيهم. هتلاقي باث واي اسمه اي في نود عنده لونج ريفراكتوري بيريود، وعنده اكسسوري باسوي which is having a short refractory period. So it goes with the short refractory period which is سهل ان هو easily activated. تنزل فيه الامبلس وتاكتيفيت الفنتركل، ومن ضمن الفنتركل الانبوتس بتاعت الاي في نود، فترجع تاني تاكتيفيتها تاكتيفيت الانبوتس بتاعت الاي في نود لان هي خلاص بقت ريجينج ريفراكتورنس بتاعتها، وترجع تاكتيفيت الاتريوم وهكذا، فتعمل سيركس موفمنت او ري انتري سيركت. تمام، كلنا عارفين الكلام ده. طب الاكسسوري باسوي منه نوعين، نوع اسمه مانيفست اكسسوري باسوي ونوع اسمه كونسيلد اكسسوري باسوي. المانيفست اكسسوري باسوي اللي هو اشوفه في رسم القلب العادي اللي اشوفه في رسم القلب العادي اللي بيتقال عليه وولف باركنسون وايت سندروم. عارفين مين الاسم ده؟ ده الثلاثة اللي وصفوه. الثلاثة وصفوه، وولف باركنسون ووايت، ثلاث علماء. ماشي تمام، خدوا جايزة نوبل برضو ولا لا؟ ده السؤال التاني بتاع الامتحان. ماشي تمام، الله يفتح عليك. طيب هي ليه بيكون عبارة عن ايه؟ عن short PR interval with slurring of the upstroke of the QRS complex. الجينيسيس بتاع ان هي بتكون شورت بي ار انترفال ايه؟ عشان بيحصل وصول للامبلس من الاتريوم للفنتريكل عن طريق الاكسسوري باسوي، فبقت شورت بي ار انترفال، ثم حصل سلو كوندكشن ماشي او ديفرنشال كوندكشن ما بين الاكسسوري باسوي والافي نود ماشي، ففي حته اتنقلت بالراحه فعملت السترينج سليرنج اوف ذا ابستروك اللي هي الونج الاكسسوري باسوي، وجزء من الكومبلكس وصل بسرعه عن طريق الافي نود، فبقت بعد سليرد ابستروك بقى سبايكي. فده الجينيسيس بتاع الولف باركنسون وايت سندروم شيب اللي بيبقى موجود. اكوردنج للولف باركنسون وايت اكوردنج تو ذا بريزنس اوف ذا دلتا ويف وي كان لوكالايز اكسسوري باسوي، وي كان لوكالايز اكسسوري باسوي. بنفس قصه البي في سي، بمعنى لو كان عندنا رايت باند برينش بلوك يبقى ليفت سايد، لان كده الامبلس وصلت للناحيه الليفت قبل ما توصل لرايت، فعملت لنا رايت باند برينش بلوك. لو كانت الدلتا ويف موجوده في 2 وفي 3 يبقى ده السبتا الاكسسوري باسوي، لو كانت موجوده بعد في 3 يبقى ده رايت سايد الاكسسوري باسوي، شبه الليفت باندل شويه. في 1 كان بوزيتيف يبقى ده ليفت سايدد، في 2 وفي 3 يبقى ده سبتا، بعد في 3 يبقى ده رايت سايد. طيب لو كانت سبتال نبص على الانفيرو ليدز، لو كانت بوزيتيف يبقى جاي ناحيتي ولا بعيد عني؟ ناحيتي، يبقى ده انتروسبتال. لو كانت الدلتا ويف دي نيجاتيف يبقى ده بوستروسبتال. طيب لو كان ده ليفت سايد ماشي، مش هاخد في دي اكتر من مره، انا هعدي فيها كده بس. لو كان ليفت سايد اللي هي في 1 بوزيتيف، في 1 كانت بوزيتيف يبقى ليفت سايد. لو واحد واي في ال بوزيتيف، واحد واي في ال دول هنا جايين بوزيتيف يعني امبلس جاي عليا، يبقى ده ليفت بوستيريور اكسسوري باسوي، لان الفرونتال ليدز بتاعتي بوزيتيف فده ليفت بوستيريور. لو كان واحد واي في ال نيجاتيف يبقى ده ليفت انتيريور. ماشي، هي يعني انت تخيلها مش لازم نحفظها. نعم، لو واحد بوزيتيف واي في ال نيجاتيف يبقى ده ليفت لاترال، وكل الحاجات دي ليها انستنس يعني ممكن تكون مش مظبوطه، لكن دي بتجايد اس يعني بتقول لي غالبا هيطلع كده، بس مش بالضروره يطلع كده، ممكن يطلع مالتيبل اكسسوري باسويز زي ما كانت الرسمه اللي فاتت، ممكن يطلع شيت اوف اكسسوري باسويز ماشي، بس دي بتقول لي موست بروبابلي ماشي، لكن القطعي بيكون عن طريق الاي بي اس جورنج ذا الكتروفيزيولوجيك ستادي. اوكي، ها كله متابع؟ طيب لا مش فاهم سؤالك تاني. هو كل الانسرشن بتاع الاكسسوري باسوي هو تحت الليفي نود، تحت سوري الليفرينج كلهم. خليها بعد ما نخلص لان مش عارف انت قصدك ايه. ماشي، انا معاك بعد ما نخلص. اوكي، طيب السوبرافنتريكولار تاكي اريزميا هي بتكون نارو كومبلكس، مفيش قبلها بي ويف، ويكون هارت ريت اكتر من 150 في اغلب الاحوال، يعني رقم فيجر كده بيكون شبه مظبوط تقريبا، معظم العينين عليه 170 180 ماشي، 160 ل 180.
احنا ممكن نعرف البيشنت دوت. طبعا اول ما البيشنت بيوصل المفروض نعمل له ريسستيشن، نقيمه، نقيم البيشنت دوت من ناحيه الهيمودينامكس بتاعته. لو كان الهيمودينامكس بتاعته ستيبل بنبتدي نعمل له كارديو فيرجن. الكارديو فيرجن ده بيبتدي عن طريق الفيجال مانوفرز اللي احنا عارفينها، سواء كان كاروتيد مساج او ان هو يكتم نفسه او يكح او يحاول يرجع مكانش وما وقفش ده كله وكان ضغطه يسمح. بندي له ايه الحاجات اللي ممكن توقف التاكيكارديا زي كالسيوم شكل بروكر او الادينوزين لو كان موجود. ادينوزين ده الدراج تشويس 6 12. لا بتفرق والله، والله بتفرق. بس هي 30% تقدر توقف، يعني هي مش حاجه واو، هي الكلام المكتوب في الكتاب 30% بتوقف، بدليل ان في بعض العيانين الشاطرين بيعملوها لنفسهم. يعني في عيانين شاطرين بيقول لك لما بيجي لي بكتم نفسي، في عيانين شاطرين يقول لك لما بتجي لي بكح، لكن مفيش عيان شاطر بيقول لك باجي ادوس على رقبتي. مفيش حد هيقول لك كده، مفيش حد هيجي يقول لك بدوس على عيني، مش هتحصل. لكن الناس اللي بتلاحظ ان هي بتقف كده بتوقفها ايفن حتى قبل ما بتوصل للميديكال سيرفيس، في ناس كده فعلا. يكتم ويضغط، تمام، ميبي وميك سنس. انت بتزود فيجل ستيميوليشن، اوكي، ما وقفتش المفروض ان يديله فارماكولوجيكال ثيرابي، سواء كان كالسيوم شانل بلوكر، كانت ادينوزين في المقام الاول ثم كالسيوم شانل بلوكر او بيتا بلوكر او الاميودرون لو كان هيستعمل. من السيرفيس اي سي جي انا اقدر اقول ان جولينج السوبرا فينتريكول تاكي اريزميا، الاريزميا دي along an accessory pathway ولا دي along الايه الايفي نودر انترن تاكيكارديا، يعني ايفي نودر انترن تاكيكارديا ولا ايفي ري انترن تاكيكارديا. لو لقيت الريتروجريد بي، لو قدرت اشوف الريتروجريد بي لازقه في الكومبلكس، يعني مفيش مسافه ما بينها وبين الكومبلكس، يبقى دي ايفي نودر انترن تاكيكارديا. تاني لو لقيت البي ويف الريتروجريد مش هي نزلت الامبلس ورجعت تاني، ماشي، يعني راجع على الاتريوم. لو لقيت البي ويف لازقه في الكومبلكس يبقى دي ايفي نودر انترن تاكيكارديا. لو لقيتها على الاب ستروك الليمب بتاع الاس تي في مسافه ما بينها وبين الكيو ار اس كومبلكس يبقى دي ايفي انترن تاكيكارديا. ده بروفايدد ان انا مش شايف الاكسسوري باسواي مش موجود على الرسم، بروفايدد ان انا مش شايف الاكسسوري باسواي على ريستنج اي سي جي. قول يا محمود. لا لا، يديله كوردارون او يديله دي سي برضو، اميدارون او دي سي، او دي سي، لو كان موجود. ما هو مش الدكتور بيقول ادينوزين، ده ادينوزين احسن، بس لو كان موجود، لو كان موجود. نعم تقول حاجه دو. انت ما عندكش حاجه، مش انت ممكن تشوف عيان 20% واسيمتوماتيك، ما عندكش مسطره، احنا بنتعامل مع بشر. عشان كده هم عملوا ستيجز اوف هارت فيلر، عشان كلمه الحرك بتقول، يعني مش مقصود، يعني انت ما عندكش حاجه بتيجي بواحد زائد واحد يساوي 2. انت بتقيم البيشنت اللي قدامك بتعامل معاه لان هو اللي موجود قدامك، لكن في بيشنت عنده 20% يبقى اسيمتوماتيك، يبقى اسمه ستيج بي هارت فيلر. ستيج بي هارت فيلر ما بتدوش دايوركس، بتدي ايس وبيتا بلوكرز بس. ده 20% ما بينهكش حتى، ما بينهكش حتى اكسيدنتلي ديسكفرد وهو داخل يعمل عمليه، الايكو بتاعه طلع 30 20%. بينما في بيشنت تاني 45% وبينهج ورجليه مورمه ويخش بالمونري قديم. انا معاك، مش بجادلك، بس برضو في الاخر انت بتتعامل مع البيشنت اللي قدامك، ماشي. يعني لو كان كلام محمود ان في بيشنت معاه ايكو في 30% مش بالمونري قديمه، مش هكدبه، هو ده اللي قدامي. Maybe it doesn't make sense بواحد زائد واحد يساوي اتنين، لكن this can happen. Yeah. كل ما شفت اكتر كل ما هتلاقي ان variability رهيبة. انت even حتى في الشغل، انت ليه procedure انت بتيجي تشتغل coronary، ماشي، ليه واحد يحصل فيه نوري فلو واحد ما حصلش نوري فلو مع ان ما فيش thrombus انت شايفها، ماشي. خلينا مع بعض، الدكتور بيسال ان بيشنت مش لوجيك ان هو يكون تاكيكارديك وفانكشنز بتاعه 30% وجاي ستيبل. بنقول ان هي مش مسطره، والله اعلم، يعني مش مسطره، كل واحد بيختلف عن التاني، بدليل ان مثلا واحد بيشتغل كرونريز، ماشي، بيحط ستنت في كل عين، ده ليجن 80% وده ليجن 80%، ما عندوش ثرومبس انت شايفها، وده حصل فيه نوري فلو وده حصلش فيه نوري فلو.
ليه بيشنت لما يتقفل له السيرك يجي له في اف ويموت، وبيشنت تاني يتقفل له السيرك وعايش. كنا بنشتغل حاله من كام يوم، واحد من زمايلنا عامل كابج اوكي اوبن هارت وحاطط ليما على ال دي، وبعد الليما كان فيه ستينوتيك اناستوماتيك ليجن اوكي، وعنده السيرك هو اللي شايل الليله، وعنده الار سي اي توتال اكلودد، الليما قفلت وهو شغال، فما عندوش غير السيرك اللي مشغله. البيشنت ما بيقولش اي، ما عندوش اي سي تشينجز، يعني احنا اتحجز في الرعايه وخد انتجرلين ماشي، بس البيشنت ما حصلوش اي اي سي جي تشينجز، ما اشتكاش خالص. ميبي ان هو نون فايبل من الاول، يعني ميبي ان هو من الاول ما كانش فايبل، ما لهاش ايفكت ان هو قفلت الليما، بس بتحصل. طيب نرجع مرجوعنا لونج ار بي. اه الله يفتح عليك، انا بتهيالي جايب لها اكزامبل برزنتيشن تاني. طيب لونج ار بي وشورت ار بي تاكيكاردياس. لونج ار بي او شورت ار بي ده وصف ما بين المسافه من الار للبي. لو كانت المسافه من اللي هي من الار للبي شورت ار بي، هي كلاسيك تاكيكارديا بتاعت من الافي نودر انتر تاكيكارديا تيبيكال فورم بتاعها، والافي ري انترن تاكيكارديا. لو كانت لونج ار بي هي تعتمد المسافه على ايه؟ على الرجعه، على دايره وهي رجعه الاتريوم. في هذه الاحوال بيبقى عندنا ديفرنشال دايجنوزز. اول ديفرنشال دايجنوزز فيهم هو الساينس تاكيكارديا. الساينس تاكيكارديا لونج ار بي، لونج ار بي البي قبل الكومبلكس على طول، فالمسافه من الار للبي اطول من مسافه من البي للار ماشي. او الاتريال تاكيكارديا بنفس الحاجه، لونج ار بي اتريال تاكيكارديا. او الرايت سايدد اكسسوري باس وايز، او الاتيبيكال فورم بتاع الافي نودر انترن تاكيكارديا. ده مسمى ماشي، عشان لما تشوف تحط الديفرنشال دايجنوزيس ديت ماشي، وتعتمد على اللي انت شايفه في رسم القلب. المانجمنت بتاعها هيفرق، مش هيفرق كتير في حاله السوبرا، كان يفرق لو كان دي اتريال تاكيكارديا وانت عملت معاها الفيجال مانوفرز وما وقفتش، وعملت بعديها كده الفارماكولوجيكال ثيرابي وما وقفتش، وديتها دي سي ما وقفتش، دي اتريال تاكيكارديا. الساينس تاكيكارديا مش هتوصل للريتس السريعه اللي هي 180 160 الا في اليانج طبعا ماشي. اي اكسسوار باسوي تاني هيقف ريجاردلس مكانه كان فين، يعني كانت اتيبيكال فورم اوف ايفن ار تي او كانت رايت سايد اكسسوار باسوي اوكي. برادي اريزميا انت ليكم سيشن عليها لوحدها ماشي طبعا، يعني خدتوها. طيب يعني فيرست ديجري هارت بلوك لونج ار بي ار انترفال، ده اكستريم فيرست ديجري هارت بلوك. بص بي فين وكومبلكس، بي كومبلكس ماشي. والسكند ديجري المابتس تايب 1 اللي هي بروجريسيف برولونجيشن اوف ذا بي ار انترفال، وده بروجريسيف ايلنس بيحصل او ديزيز بيحصل في الافي نود ماشي. دي مابتس تايب 1 ده اكزامبل ليها، شورت بي ار بعدين بتطول واحده بتقع اللي هي فاتيك فينومينا. وبعد كده الاذر فورم بتاعت الهارت بلوك اللي هي مابتس تايب 2 سادن دروب اوف ذا كيو ار اس كومبلكس، ثم بعد كده ثيرد ديجري هارت بلوك ماشي. انا بمر فيه بسرعه بس انتوا شفتوا خدتوه اوكي. طيب التريتمنت بتاع الهارت بلوك ايه؟ هل نعالج الفيرست ديجري هارت بلوك؟ ها امتى تتعالج الهارت بلوك الفيرست ديجري هارت بلوك؟ ليها مكان في الجايد لاينز، ليها مكان في الجايد لاينز لما تبقى اكتر من كم 300 وتبقى عامله سيمتومز اوف هارت فيلير، بس ابارت من كده تو بي فولود اب ماشي. طيب السكند ري هارت بلوك يتعالج تمام، ندور على الاوفندنج كوز، لو كان في اوفندنج كوز ماشي، يعني لو كان في هايبركاليميا تتصلح، لان لو كان في دراجز تتصلح، ولو كان البيشنت ده نيدنج بيس ميكر يتحط له تمبر بيس ميكر وبعد كده تحط له بيرمن اكوردنج تو ذا جايد لاينز ماشي. الثيرد ري هارت بلوك نفس الكلام زي السكند ري هارت بلوك ماشي. مفروض البرادي اريزمياز العلاج بتاعها اللي هو شاي تي اللي هو ايه؟ تمبرال بيس ميكر ابنفرين اتروبين، يعني ممكن نفتكرها بديه. الاسكيميك تشينجز في الاي سي جي حضراتكم عارفينها احسن مني. تبدا القصه بالمايوكارديا انفاركشن سواء كان سب اندوكارديا او ترانس ميورال، وهيعمل اسكيميا، والاسكيميا هتعمل فايبروز وسكارينج، وبالتالي الاي سي جي هيبقى مجموع الكلام دوت، الكارنت اوف انجري في الاكيوت فيز زائد الاسكيميا زائد النكروزز، واشهرهم هو
الاس سيجمنت اليفيشن مايوكارديال انفاركشن اللي مازال رسم القلب ليه رول في حاجتين، رسم القلب ليه رول في الاس سيجمنت اليفيشن مايوكارديال انفاركشن وفي الاريزميا. كل الحاجات التانيه تضاءل الدور بتاع رسم قلبي. مش ممكن هعمل رسم قلب عشان اشوف لفت اتريم كبير او لفت اتريم صغير او رايت اتريم كبير او صغير او ال في اتش، ده حاجه بشوفها باي انستنس. لكن الاساس في وجود رسم القلب لحد اللحظه بتاعه 2015 من 1898 الاس سيجمنت اليفيشن مايوكارديال انفاركشن وال اريزمياز، لان مش ممكن اشخص اريزميا من غير رسم قلب. تمام. طيب الايفوليوشن بتاع المايوكارديال انفاركشن برضو زي ما حضراتكم عارفين، اول تشينج ممكن يحصل في الام اي هو، وده سؤال بينزل في الماجستير ساعات في الفيرست بالذات، اللي هو ايه التشينجز، ايه الاسكيميك تشينجز في الاي سي جي. ات مي بي ا نورمال اي سي جي، ات مي بي ا نورمال اي سي جي ان 5% اوف بيشنتس وذ ام اي ات از ا نورمال اي سي جي. صح. خد الامر بظاهره، خد الامر بظاهره. الاي سي جي عامل ازاي في في المايكرو انفاركشن؟ صح الكلام اللي بتقوله مظبوط. اللغويا المفروض اقول تشينجز، يعني اقول ديفيشن اوف نورمال، لكن خده بظاهره. ساعات يعني لم اضع اسئله، بس انا فاكر السؤال ده اتحط وكان اللي مش حاطط نورمال اي سي جي يتحاسب عليها. فخد الامر بظاهره. بتقول ايه؟ نعم. طيب حد اعترض بس من تحت لتحت. هشوفك في شفوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هايبر اكيوت تي ويف طبعا، وماركت السيجمنت اليفيشن. حد يعرف الجينيسيس اوف السيجمنت اليفيشن؟ ده سؤال مش هجاوبه. الجينيسيس اوف السيجمنت اليفيشن، ليه بيحصل السيجمنت اليفيشن؟ لما تموت تعمل ايه؟ انت قلت لما تموت هتعمل ايه؟ لا عايز اكمل، لما تموت هتعمل ايه؟ صح، بالتالي هتعمل كيو. اصل الكلام ده انتوا عارفينه، هتعمل كيو ويف. لكن ليه عملت السيجمنت اليفيشن؟ يعني هلا لما تموت هتعمل الويندو اللي احنا خدناه في البكالوريوس. ويندو يعني انت شايف الناحيه الثانيه، فعملت لك الباثولوجيكال كيو اللي هي اكتر مربع صغير واكتر من 25% من الار ويف. لا بس انت قرب. دي تفسير حاجه اللي انت قلتها. الدكتور بيقول ان في جريدينت ما بين الابيكارديوم والاندوكارديوم، فبيعمل السيجمنت اليفيشن. اللي هو بيقوله ده تفسير حاجه، حد يعرفها؟ ما تقولهاش يا راجل، ما انا عارف انت عارفها. برجاده، البرجاده بيكون في ديفرنشال جريدينت ما بين الابيكارديوم والاندوكارديوم، وده خلل في برجاده. ماشي، ان ممكن بيحصل اسمها ايه، ليكج اوف ايونز ما بين الاندوكارديوم والابيكارديوم، فبيعمل السيجمنت اليفيشن اللي احنا بنشوفه في برجاده. الاسم الثاني ليها ايه؟ هو ده اللي عايزه. بلاك ويدو ميكر، ويدو ميكر ولا بلاك ويدو ميكر، صناعه الارمله او صنع الارمله، ويدو ميكر. طيب نكمل كلامنا. الجينيسيس اوف ذا سيجمنت اليفيشن. طب ما انا بقول ده سؤالي، انا عايز اجابه. نعم، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. قول. بيحصل ديبريشن اصلا، اللي هو الدكتور بيقول هو اصلا بيحصل ليكج اوف ايونز. خلاص ما الناس قالت بيحصل ليكج اوف ايونز، الخلايا اللي حصل فيها نيكروزس خلاص دي بقت انرت، دي ما بتوصلش اصلا كهرباء خالص. ماشي، الخلايا البري انفاركت اريا، بري انفاركت اريا اسكيميك وابتدت تلايك ايونز، ابتدت تلايك ايونز، ابتدى يحصل منها اكسترافازيشن للايونز، فبقى السيل ممبرين بوتنشال بتاعتها اقل من الطبيعي. يعني مثلا كان ماينس 45 بقى ماينس 30، فمفروض يحصل ان السيجمنت تبقى ديبريست. ماشي، تبقى ديبريست في تي بي انترفال اللي هي بعد ريبولاريزيشن، لان خلاص ده السيل ممبرين بوتنشال ده ريستنج بتاعها. تاني، مفروض الخلايا اللي حوالين الحته انفاركتد، ماشي، بقى فيها ليكج اوف ايونز، فالسيل ممبرين بوتنشال بتاعها بقى ريست، بدل ما هو ماينس 45 بقى ماينس 30، فمفروض السيل ممبرين بوتنشال اللي هو يمثله بيز لاين اللي هو التي بي انترفال المفروض تبقى ديبريست تحت، تنزل لتحت. ماشي، بس الجهاز اوتوماتيكالي بيصلح نفسه فبيرفعه للبيز لاين، فبيرفع الحته الثانيه بيخليها السيجمنت اليفيشن. دي موجوده في كتاب مجدي صبري بتاع فيسيولوجي بتاع ثانيه كليه ولا ثانيه ابتدائي. ماشي، طيب خلاص مش موضوعنا. اكوردنج لتسميه الاس تي بقى في سيجمنت اليفيشن ام اي ونون اس تي سيجمنت اليفيشن ام اي، عشان هي هتعمل ترياج اوف تريتمنت. ترياج اوف تريتمنت معتمد على ان احنا نشوف الاس تي. وانس ان شاف اس تي يبقى البيشنت ده هيبقى كانديديت فور
فور ريبرفيوجن ثيرابي. خليها ريبرفيوجن احنا دوله على قدها. ريبرفيوجن ثيرابي في حال توافر البرايمري هيعمل برايمري، في حال عدم توافر البرايمري لازم استبعاد الكونترا انديكيشنز للثرومبوليتيك. مش هندي ثرومبوليتيك، لازم استبعاده. هو لو كان هيموت يموت لوحده، لكن ما يبقاش عنده ديسكشن وانت اللي تموته. فلازم استبعاد الكونترا انديكيشنز للثرومبوليتيك ثيرابي اللي هتديه، لان انت ما عندكش حل تاني. يا اما تبعته لو عنده كونترا كيش، عامل جراحه من يومين ماشي بينزف دلوقتي، ما خلاص ما مش هينفع اديله الثرومبوليتيك حتى وانا ما عنديش، يبقى ساعتها ما دخلوش، روح حته تانية يتلقى فيها العلاج. بس اول حاجه قبل ما هنقله هعمله هديله تمام ريستيشن، هديله الاسبرين وهديله بلافيكس وهركب له الكانيولا وهبعته لو كنت هبعته. نعم دكتور. بالاكزامينشن نمره واحد ديفرنشال فولس صح، انت بتاخد بالاسباب. مقصود كلمتي ان انت لازم تحط ايدك على العيان، ما تبصش على رسم القلب بس. وحقيقه ليس ادعاءا، اكتر من عيان اتشخص في ذلك الوقت في العيان دوت، ان احنا حطينا ايدينا على بريفيرال بالسيشن لانه محسوس في رجلي مش محسوس في رجلي دي، في الايد دي مش في الايد دي، ثم كاركتر اوبين سام هاو كان جايد يو بيشنت عنده تيرنج شيست بين رادييتنج تو ذا لور ليمبس ماشي بي سسبكت، اعمل له اكس راي ساعتها سسبكت. رمى في نفسي بس بذره الخوف او القلق. بعد ما سسبكت مش كل عيان هعمل فيه كده، انا لقيت البالس انا صورت الشيست اكس راي لقيت الوايدن من الاستانيوم قد كده، خلاص ده عنده ام اي صح، عنده ام اي بس معاه ديسكشن ماشي. جاست سسبكت ان هي تبقى مترتبه هنا بس، ان انا عندي حاجه ممكن تحصل تكون كده. لو انا دخلت وصورته وعملت له برايمري بس خلاص خلصت، سواء بقى عنده سكشن مش عنده سكشن، دخلت فولس هيومن في تروما هتعرف نفسك ماشي. طيب نكمل زي ما قلت لكم، احنا بس بنراجع مع بعض الام اي والاسكيميا، انتوا عارفينها يعني زي الفل. طيب الباثولوجيكال كيون يبقى فاكرين بس ان هي الديوريشن بتاعتها اكتر من مربع صغير وتكون اكتر من 25% من الار ويف امبليتيود، واللوكاليزيشن بتاع الام اي برضو حضراتكم عارفين، ولو كان في الانفيريو ليدز دي انفيريو ام اي في 1 لفي 3 انتروسبتال، 4 بقت انتيرير وصلت ل 6 انترولاترال. الاكستنسيف انتيرير يتقال عليها امتى او اكستنسيف ام اي يتقال عليها امتى؟ اكتر من كام ليد؟ 6 بلس 6 بلس صح 6 بلس ماشي، يبقى اسمها اكستنسيف ام اي اللي هي انترولاترال في واحد لحد في ستة واحد وفي ال. هي ممكن تحصل انفاركشن الاقي فيها السيجمنت اليفيشن في الانتيريور والانفيريور صح الله يفتح عليك، ال دي لافف، او كان واحد عنده توتال اوكلوجن كرونيك توتال اوكلوجن اوف ذا رايت كرونري وحصل له اكيوت توتال وكان بيعمل ريتروجريد كون برفيوجن وحصل له اوكلوجن اوف ذا انتيريور فقفل كله مع بعض. نعم دوميننت، ما هي الدكتور قال ان هو رابينج اراوند ايبكس ان هي بيدي انفيرير وول زي ما ادى الانتيرير وول صح تمام. طيب بس لما نلاقي ديفيوز السيجمنت اليفيشن وبيشنت الكاركتر اوف بين بتاعه مش قد كده، ممكن نسسبكت بريكاردايتس. حاجه ممكن نشوفها في اي سي جي برضو مع الناس اللي عندهم الشكل الديفيوز السيجمنت اليفيشن بي ار سيجمنت صح الله يفتح عليك، فين؟ في اي في ار تمام. طب الاس سيجمنت اليفيشن في الاي في ار ليفت مين سسبكت ليفت مين ماشي يا ميبي بس بتسسبكت لو لقيت البيشنت ده عنده نيو اونست ليفت باندل، ودي نادرا ما بنشوفها نيو اونست ليفت باندل لو عنده اولد اس جي بروكسيمال ال دي تمام. طب لو هو عنده ليفت باندل وانا مش قادر اعرف دي قديمه ولا جديده، بياخد السكور سيستم تمام. لو لقيت معها اس سي سيجمنت اليفيشن كونكوردن وسي كيو ار اس كومبلكس يبقى ها 5 صح. طب لو لقيتها ديسكوردن في واحد لحد في 3 ياخد 3 واخر واحده تمام، والسكور بيقول لك اكتر من 3 يبقى 90%. كله عارف الكلام ده؟ طب الكلام ده مكتوب في توبول ده بيقول لك هاو تو سسبكت ان البيشنت اللي عنده ليفت باندل عنده اكيوت ام اي دلوقتي. نعم اللي انت قلتها دي انا مش حافظ اسمها ماشي، هي دي سكور اكتر من 3 بيدي انستنس اوف اكتر من 90% ماشي. ابسطهم ان انت لو لقيت الليفت باندل معاها السيجمنت اليفيشن في نفس الليدز بتاعت الليفت باندل يبقى ده ام اي خلاص، ده مش محتاج حاجه ماشي، فده ياخد سكور 5
ماشي. لو لقيت اس سيجمنت اليفيشن في في 1 لحد في 3 مع الليفت باندن ديسكوردنت يعني عكس الكومبلكس بياخد 3، واخر واحده تمام. انا نسي اخر واحده ماشي. طيب طيب الحاجه اللي بعد كده الرايت باندل لو كانت مع الام اي، رايت باندل مع الام اي هيحصل ايه؟ ما يحصلش الديبريشن اللي بيحصل مع الرايت باندل. مش احنا رايت باندل مع سكندري سيجمنت ديبريشن وتي ويف انفرجن، فلو كانت دي ابرايت اس تي او اليفيتد اس تي مش تعمل، او الام اي مش تعمل ماسكينج للرايت، او رايت باندل مش تعمل ماسكينج للام اي، هيبقى في سودو نورماليزيشن اوف ذا تي ويف او سودو اس سيجمنت اليفيشن، مش سودو اس سيجمنت اليفيشن ان في 1 لحد في 3 ماشي. طيب لو لقينا بيشنت رايت باندل مع انتيريو ام اي، دي جود بروجنوز ولا باد بروجنوز؟ ده من اسوء ما يكون ماشي. غالبا البيشنت هيبقى شوكت بعد شويه. ليه؟ انديكيتس فيري بروكسيمال اوكلوجن اوف ذا ال اي دي. طيب الاي سي جي اللي قدامنا ده فيه ايه؟ انفيريور ام اي في 2 3 و اي في اف وريسبتور تشينجز في اي في. تمام. طيب كلام جميل، بس في حاجه تانية ملاحظه في الاي سي جي ده. هل الله يفتح عليكم معاه بوستيرير انفاركشن طول ار ان في 1 in whatever patient عنده inferior MI we should suspect the posterior infarction and we should suspect the right ventricular infarction. Right ventricular infarction is suspected by triad of GVP, clear chest, hypotension. يعني patient يبقى قدامي شوكت بس مش مبقلل ماشي، ضغط واطي بس هو مش مبقلل، ما فيش عنده pulmonary edema، فهو عنده low blood pressure و dry chest و elevated GVP. Such patient we should suspect and we should diagnose ان هو عنده right ventricular infarction regardless احنا عملنا right chest leads او ما عملناش right chest leads. حله علاجه fluids بجانب الـ perfusion صح، اللي هي اسمها mirror image تروح قلب رسم القلب صح. برافو عليك. وده بيخش في السؤال برضو بيجي في الفيرست ديفرنشال دياجنوز طول ار ان في 1. طول ار ان في 1 تشمل احنا قلنا منهم ثلاثه دلوقتي، الرايت فينتريكولار هايبرتفي ها، طول ار ان في 1 دكاتره معانا رايت باندل، احنا بنتكلم على طول ار ان في 1. قول يا دكتور. بوستيرور سيجمنت اليفيشن ام اي، رايت باند برانش بلوك، رايت فينتريكولار هايبرتفي، ليفت سايد اكسسوار باسوي. الله يفتح عليك. تمام. في كتير بس دول قلناهم دلوقتي. او نيونيتال باترن اللي هو قالها الدكتور ان هو فاريانت. طيب نكمل. ده اكزامبل للايه؟ ده يعني كيو ويفز خلاص ده بقى كومبليتد. ها؟ اكيوت انتيريور، اكيوت انتيريور ام اي، acute anterior برضو MI. طيب احد الحاجات اللي ممكن نستفيدها من السيجمنت اليفيشن كان برضو طلعت بيبرز ان احنا البيشنت دوت اللي عملنا له ريبرفيوجن بثرومبوليتيك ثيرابي نتيجه عدم توافر، ولازم يكون دي نتيجه عدم توافر البرايمري بي سي اي، خلاص اقدر اعرف البيشنت ده استفاد او ما استفادش اندايركتلي من الاس تي اللي هي قد ايه؟ ريزوليوشن الله يفتح عليك ايكوالز 90% سكسسفول ريبرفيوجن، more than 50% yes within an hour or 90 minutes saunus yes within 90 minutes yes early peaking. في حاجات كتيره ما انت ممكن تشوف resolution of the chest pain، انا بتكلم بس على الاي سي جي، resolution of the chest pain early peaking of the enzymes and resolution of the ST. طب هو patient ممكن يجي له ST ما يحصلوش كيو ويف انفاركشن؟ yes وده سبب التسميه. طب يعني انا اقول كي ويف ولا ما اقولش كي ويف؟ After completion we can say it is not an obsolete term، بس مفروض في الاول ما اقولش دي كي ويف ولا دي اس سيجمنت اليفيشن او دي نون اس سيجمنت اليفيشن. ما بقاش obsolete بس هو ما بقاش يستخدم، لان في الاول ده بيعمل لي ترياج، ده بيقدر يوجهني اعمل ايه في العيان دوت. لما الاخصائي يقول ان في اس سيجمنت اليفيشن خلاص ده معناه ان البيشنت ده كانديد فور دلوقتي اعمل له ريبرفيوجن as fast as I can. بينما النون اس تي بيتقسم بقى ايرلي انفيزيف ماشي وامرجنسي وايرلي انفيزيف او ليت ديلايد ودين 3 ايام او ودين 24 ساعه او ودين 48 ساعه، في الاخر هيعمل كاكيوت كرونيك سندروم بس الوقت
وترجمت الكلام ده طبعا امباكت بتاعها فلوس. لا فلوس على العيان وفلوس على المكان والسرعه، يعني بترجم اقتصاديا ثم امباكت بتاعه طبيا. ماشي، ده اكزامبل للرايت تشست ليز اللي هي بتعمل رايت فينتريكولار 4 و5 و6 فيهم سيجمنت اليفيشن. اوكي، النون كيو انفاركشن او نون اس تي سيجمنت اليفيشن مايكارد انفاركشن هو الاسم الاحسن. ماشي، ده دايفيرس اس تي تي واف تشينجز، ممكن تكون طبعا سيجمنت ديبريشن او اب سلوبينج سيجمنت ديبريشن او هوريزونتال او كونفكس اس تي تي واف انفرجن او باي فيزيك او كومباينيشن لكل تشينجز. مفيش حاجه تقدر تحرك بيها او تشخص بيها البيشن ده عنده ام اي ولا لا في حاله نون اس تي الا انزيمز بس. هو عنده اسكيميك تشينجز، هي ايه لما يخش نشوف، لكن احنا اعتمدنا على السسبشن والشكوى بتاعته الكلينيكال بالظبط كده، وان هو بالشكوى بتاعته دي تيبيكال شست بين موست اوف ذا كيسز. دي اكزامبلز، يعني هنا عندنا الباي فيزيك تي وتي ويف انفرجن. ماشي، ده نورمال اس جي خالص، ده ما فيهوش حاجه. ماشي، هنا في سيجمنت ديبريشن في في 4 لحد في 6. ماشي، نفس الكلام سيجمنت ديبريشن اب سلوبينج كده. ماشي، وده اكزامبلز الهوريزونتال والاب سلوبينج والداون سلوبينج سيجمنت ديبريشن. ها ده ايه؟ قلنا من شويه ها واحد يقول ما عندوش اولد انفيريور. اولد انفيريور ده قبل ما نقول الكيو هنقول ان البي ار، لو احنا مشينا سيستميك ماشي هنقول ان بي ار انترفال شورت. لو احنا زي ما مختار قال اول حاجه بي ويف، ثاني حاجه بي ار انترفال، فبي ار انترفال فيري شورت. ماشي، وفي سلرد اب ستروك اوف ذا كيو ار اس كومبلكس، فديس از ان اكسسوري باس واي ويتش از مانيفست، سو ات از ان اكزامبل اوف فول باركنسون وايت سيندروم. ولو باللوكاليزيشن اللي انا قلته بسرعه، الدلتا ويف موجوده في 2 وفي 3، فده سيبتال سيبتال وموجود في الانفيريور ليدز نيجاتيف 2 و3 اي في اف نيجاتيف، فدي ده بوسترو سيبتال. في السيبتال لا، بوسترو سيبتال انفيريور بوسترو سيبتال. نو ات از ان اكسسوري باس واي اند ذيس از سودو كيو. وده السؤال الثالث اللي بينزل في الامتحان. ماشي، في اللوكاليزيشن اكسسوري باس واي لما يكون الدلتا ويف نيجاتيف في 2 و3 اي في اف، يبقى ده بوسترو سيبتال اكسسوري باس واي. في السيبتال بوسترو سيبتال اكسسوري باس واي. انفيرتد دلتا ويف، ما هي يعني ايه انفيرتد دلتا ويف؟ نيجاتيف. طب ما هي دي نيجاتيف دلتا ويف اهي، نيجاتيف اهي واهي نيجاتيف 3 و اي بي اف نيجاتيف. يمكن مش باينه قوي في ليد 2 بس 3 و اي بي اف نيجاتيف. دلتا نيجاتيف. طب ما هي قبل كيو ار اس كومبلكس اهي، مش ده كيو ار اس كومبلكس؟ طيب ما هي قبله. اوكي ماشي، طيب ده عشان لا لخبطكم، عشان هجيب السلايد اللي بعديها اللي هي سودو كيو انفرشن في السؤال التالت. ها ده ايه؟ ده اكزامبل زي اللي كنا بنسال عليه، السيجمنت اليفيشن في الانتيريور انفيريور. ماشي، ممكن تكون فعلا انفرشن كبيره، ممكن تكون بريكاردايتس، بالذات ان البي ار انترفال هنا هي دي حقيقه بريكاردايتس، يعني البي ار انترفال هنا عاليه شويه. بس في الامتحان لو انا هجاوب في امتحان هقول ديفرنشال دياجنوز، مش هقول حاجه واحده، هقول البريكاردايتس لو ام سكيو. طيب ديت ليفت باندل. ليفت باندل كنت سامع مختار ليفت باندل بيتشخص بايه؟ كلمه واحده، ها كيو اس باترن ان في 1. يبقى في كيو اس باترن ان في 1، هي كلمه واحده كيو اس باترن ان في 1 ابسنت اوف سيبتال ار ان في 1. هو ليه بيحصل اصلا؟ ليه بتحصل كيو اس باترن ان في 1؟ انتوا عارفين الاي في الاي في نود كومباكت اي في نود بتند باندل فيس ثم باندل فيس تدي باندل برانشز ليفت ورايت. السيبتم بيبقى اكتيفيتد منين؟ من ليفت ولا رايت؟ من ليفت. ففي حال وجود انقطاع في يعني فمفروض ان انا لو واقف عند في 1 في 1 اليمين هشوف الويف جايه ناحيتي، بتعمل لي سيبتال ار
وهي سمول، ثم تحصل كيو ار اس كومبلكس ينزل تحت عشان البالك اوف مايكارديوم ناحيه الليفت. طب في حال ان الليفت بندل اتقطعت فما بقاش عندي سبتال ار تيجي لي، فبقت كيو اس باترن ماشي. فالباثوجنومونيك والموست فيكسد تشينج موجود في الليفت بندل هو كيو اس باترن ان في 1 اوكي. فدي مش انفاركشن، ده ليفت بندل. يس ان واحد واي في ال، بس الثابت فيها بتعريف الليفت بندل هو يعني النص نفسه بيقول ان هي ابسنت ار ويف في في 1 اوكي. دوت ايه دي هنختم بيها. تعبتوا؟ بص كويس، بص كويس. صح، ده رسم قلب متوصل غلط، ده رسم قلب متوصل غلط. بص على واحد و في ار امشي سيستميك. بص هنا طيب ما متوصل غلط، هو رسم قلب متوصل غلط. دايما تشيك الحكاية ديت، التمريض ممكن يوصل غلط. نعم common is common، common is common. شيك مع التمريض صح، وارد كلام حضرتك، بس شيك مع التمريض انه موصل صح قدامك، لان هم كتير بيعملوا هسمع حضرتك كتير بيعملوا الحركة دي، كتير لا مش كتير بس بيعملوها، سواء عن عدم علم او مع السرعة، فيروحوا موصلينها واحنا نروح بصين على الاي سي جي بسرعة. لا we can take data false data. قول يا دكتور. مفروض ان انا لو كان دكسترو كاردي هقلب كل رسم قلب الناحية التانية، فهلاقي مفيش في 4 و 5 و 6 فيهم ار ويف، هلاقيهم اكنهم كيوهات لان الهارت كله الناحية التانية، زي ما كنت بعمل رايت شيست ليدز في النورمال هارت في الليفو كارديا. معاك لايبي؟ حركة. بص على واحد، بص على واحد وافي ال وافي ار ماشي. علم بليز اكتر حته بيتلخبطوا فيها التمريض، الاحمر والاسود والاخضر والاصفر ماشي، بيلخبطوهم دول. لو اتلخبطوا هيلخبطوا لك الليم بليز، مش هيلخبطوا الشيست ليدز ماشي. فهتعمل لك باترن قريب من اللي احنا شايفينه، ان الاكتيفيشن سيكونس هيبقى مختلف. الاكتيفيشن سيكونس هيبقى مختلف. تبص على بي ويف بوزيتيف ان 1 وافي ال ونيجاتيف افي ار ماشي. لا لون البلح، لون البلح، بلح كان اصفر ماشي في الايد الشمال ولا ايه؟ اصفر اخضر احمر اسود. الاحمر في الايد اليمين، اسود في الرجل اليمين ماشي، كان اصفر في الرجل ال اخضر، اخضر اسف، اخضر في الرجل الشمال، اصفر في الايد الشمال، احمر في الايد اليمين، اسود في الرجل اليمين. طيب السودو، السودو انفاركشن باترنز، وي شود نو ذا سودو انفاركشن باترنز. السودو انفاركشن باترنز ماشي خلاص، السودو انفاركشن باترنز نبقى عارفينهم ماشي. وده كومن كويستشنز اللي هي سودو كيو والتول ار في في 1. وايه السؤال الثالث؟ جينيسيس اوف S segment elevation in myocardial infarction. ده بينزل في الفيسيولوجي في الدكتوراه ماشي. حد ليه اي اسئله ماشي؟ حد فهم اي حاجه؟ ريفريشنج اي حاجه؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. differentiation ما بين ال STVT with apparency and ventricular tachycardia. في different algorithms for differentiation of white complex tachycardia whether in هي according to the Brugada criteria او في criteria تانية. يعني في criteria تقولك بص على واحد و يعني مثلا Brugada absence of RS pattern all precordial leads it is VTAC، يعني ما فيش R wave خالص موجودة في الاول V1 لحد V6، وبعد كده peak to the nadir more than 100 millisecond. ده ليه sensitivity ماشي، دي يعني بتحفظها وبتحاول تطبقها، عرفت تطبقها خير وبركة، ما عرفتش تطبقها it is VTAC until proved otherwise. مش معنى كلامي ان انت تستسهل وتقول كل الحالات فيتاك، مش معنى كلامي كده خالص، بس ما تضيعش وقت كتير في بيشنت كريتيكال
ماشي. وزي ما بقولك في الجوريزمز كتيره, مش برجاده هو الالجوريزم الوحيد اللي محطوط. ما انا بقولك لو according to برجاده absence of RS pattern all precorded leads it is VTAC ماشي. بيك تو ده نادره, وقست من اول الكيو ار اس كومبلكس لحد اوطى حتى في اكتر من 100 ملي سكند it is a VTAC. VA dissociation it is a VTAC ماشي. Then the bundle branch morphology, لو لقيت left rabbit ear اطول من rabbit من right rabbit ear في right bundle it is a VTAC. يعني بتبقى M shape, لو الام الليفت اطول ودن الارنب الشمال اطول يبقى دي VTAC ماشي. في الليفت باندل في كذا حاجه فيها ان وفي نوتش على الكومبلكس دي زي فيتاك, وفي حاجتين تانيين انا مش متذكرهم دلوقتي ماشي. اوكي okay.